دكتور، السلام عليكم. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام، طمنا عليك، يا رب تكون بخير. دكتور، في اخوه واقفين دحين يتحلل، وبرضه بنفس الفكره التنقير، فلما جادلتهم محلقين رؤوسكم ومقصرين، فواحد فيهم تفلسف عليا وقال لي الايه دي منوطه في مناسك الحج فقط، اما التحلل فتقدر تتحلل بالعمره بانك تاخذ بعض الشعيرات، ما ذكر فيها شيء في العمره. فأنا كنت عايزك ترد علي عشان شيء زي كده أسمع الناس اللي قال الله وقال الرسول. يلا، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأخي وحبيبي في الله، الله يرضى عنك. طبعا كلامه هذا غير صحيح. ليه؟ لأن مناسك الحج ومناسك العمرة تتفق في مسألة حلق الشعر أو تقصيره، بارك الله فيك. فقال ربنا تبارك وتعالى: محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال: والمقصرين. فالحلق والتقصير هو من مناسك الحج ومناسك العمرة جميعا. لمن أراد أن يتحلل من الحج عليه أن يفعل أشياء: أن يرمي الجمرة في يوم النحر صبيحته، وأن يحلق شعره أو يقصر، والحلق أفضل كما مر معنا في الحديث. وكذلك من أراد أن يتحلل من العمرة بعد الطواف والسعي، الطواف ركن والسعي ركن، والحلق والتقصير واجب، فعليه أن يحلق شعره، والحلق يكون بالموسى، على يعني بالموسى وليس بالماكينة، يعني الماكينة ولو كانت صفر يسمى تقصير. فهذا من جهله، قال لك ذلك غفر الله لنا وله. أضف إلى نقطة بعد ذلك: هؤلاء الذين يأخذون 3 شعرات، هذا قول عند الشافعية لكنه قول ضعيف، يعني قال يكفي 3 شعرات، هذا قول ضعيف. عند الأحناف يقولون ربع الرأس، عند المالكية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام هو ابن القيم واللجنة الدائمة شيخ باز شيخ ابن عثيمين ومشايخنا، أنه يكون أن يعم الرأس كله، هذا هو. أما أن يأتي ويأخذ المقص ثم يأخذ من قرنه ومن وكذا يقول تحللت، هذا كما قال أهل العلم، وسمعت في ذلك قول لشيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، أن هذا لا يجزئه. ونضرب على ذلك مثالا: لو أراد أن يذهب إلى الحلاق وقال له قص لي شعري، فأخذ الحلاق له شعيرات وقال له انتهى خلاص على أهل مصر نعيما، أكان يرضى بذلك؟ فما ينبغي الإنسان أن يجعل الدنية في أمور عباداته، بل عليه أن يؤديها على أكمل الوجوه. ومن حديث ابن عمر عند الطبراني وعند المنذر في ترغيب الترهيب صح العلامة الألباني: لك بكل شعرة تكفير سيئة من الذنوب. فاجعل هذا الشعر لله عز وجل واخرجه لله تبارك وتعالى. أما الذي تأخذ من شعرها قدر أنملة فأقل، هذه المرأة هي التي تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة بالمقص، هذه المرأة، لأن الشعر عند المرأة زينة. تقول عائشة: سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني الشعر الطويل. وإذا كانت لها ضفائر من كل ضفيرة تأخذ قدر أنملة فأقل. نفع الله بك وجعلك بارك أينما كنت. اللهم ارحم أمي وأبي وأخي وعمي جميع المسلمين، ولا تعطيك فضل وتفعل وانت راضي عنا يا رب العالمين. ووفقنا لكل خير، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين.